أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة نهاية الأسبوع من صباح العربية. صباح الخير عادل. صباح النور، طبتم وطابت أوقاتكم. لا تدعوا القلق والحزن عنوان يومكم، واستمتعوا معنا بصباح العربية لنبدأ حلقتنا بأبرز عناوينها. كورونا منع العراقيين من زيارة متحف الناصرية، فأتى المتحف إليهم. مجسمات وكتيبات يرسلها المتحف للمهتمين في منازلهم. بئر جنوب الرياض تحتوي مياهه على مواد كبريتية، فحوله صاحبه لبركة استشفائية، والعشرات يقصدون هذه البركة من مختلف المناطق. باكستاني فوق 60 ينافس الشباب في رياضة كمال الأجسام، ويقول الرياضة لا تعرف عمرا. إذن لدينا أيضا في مواضيع صباح العربية، هو تغير طبيعي في العين نتيجة التقدم في السن، ويؤثر تدريجيا على الرؤية. المياه البيضاء وعلاجاتها في فقرتنا الطبية. رفيق أطباقنا والضيف الدائم على موائدنا، الخبز فوائده ومضاره، وأي من أنواعه الأفضل لصحتنا؟ موضوع فقرة التغذية لليوم. أبل كشفت عن نظام التشغيل الجديد iOS 14، فما الجديد فيه وأبرز التحديثات في فقرة دبل كليك مع عبد الله السبع. كروز السعودية سيلفر سبيريت تختتم رحلتها البحرية الثانية بعد إبحار لأربعة أيام قبالة سواحل البحر الأحمر. دائما راسلونا على هاشتاج البرنامج صباح اندرسكور العربية، وكذلك حساباتنا تويتر فيسبوك انستغرام آت صباح العربية. سؤالنا اليوم التفاعلي طبعا، برأيك ما أفضل مشروع لما بعد التقاعد؟ يلا ما بقى لك شيء. لسه يعني 15 سنة بس خلاص. لا أنا هكون معمرة، 90 سنة يعني. تشتغلي؟ أكيد لا، مش هشتغل قبل التقاعد وبعد التقاعد عشان أكون صريح. ما هو مشروعك بعد التقاعد؟ ما فيش مشروع، أرتاح بقى وأسافر وأروح وأجي وأنبسط، ما كنتش مقيدة بشيء. المشروع هو السفر. لازم هو اللا مشروع إذا بس عشان تسافر. طيب بئر جنوب الرياض بخمسمائة كيلومتر حوله صاحبه لبركة استشفائية بسبب احتوائها على مواد كبريتية وطبيعية تساعد على تسكين الآلام ومعالجة أمراض جلدية. نتابع. يعتقد أن هذا البئر يستطيع أن يضمد جراح وأوجاع كثيرين أتوه من أصقاع مختلفة من داخل السعودية وخارجها. البئر يصب في هذه البركة وتحتوي مياهه على مواد كبريتية يظنون أنها تريحهم من أسقامهم. فايز قدم من مسافة 400 كيلو وهو أول الواصلين للمسبح. إيه من ضمن المخططات، إيه لأن عندي شوية حساسية أنا، وجايين إن شاء الله نتعالج بإذن الله. بالرغم من حرارة الجو وحرارة الماء العالية، ازداد العدد القادم للمسبح الكبريتي وتعالت رغبتي بخوض التجربة. والله أنا أجيها بشكل مستمر،
لي سنين يعني انقطعنا فترة الكورونا وانتخابر الظروف وكذا، وأكيد العين الحارة لها فوائد لا تحضرني الآن، بس إنها للحساسية وللجلد كويسة يعني. كبار السن زوار دائمون للمياه الكبريتية التي يتغير لونها إلى الإصفرار بسبب موادها الطبيعية. الوالد يجي شبه سنوي هنا في السنة مرتين ثلاث، يحصل فوائد منها للركبان، منها للظهر عنده، منها للكتوف. الحمد لله كل ما جبناه هنا تحصل فيه تحسن كل ما أكثر وأكثر. انخفاض الآلام واعتدال السكري لدى مرضى السكري بسبب المياه الكبريتية يعزوه بعض المختصين لوجود معادن تساهم في جعلهم بحالة أفضل. كل من زار هذه المياه الكبريتية أو الموية الحارة كما اصطلح على تسميتها في هذه المنطقة عاش تجربته الاستشفائية الخاصة به. أما الآن فأقوم بعيش نفس التجربة في هذه المياه الحارة. عبد المحسن الحربي، العربية، مركز الجوبة في وادي الدواسر. أهلا بكم من جديد إلى ردودكم وتغريداتكم وتفاعلكم مع سؤالنا التفاعلي، ما أفضل مشروع بعد التقاعد برأيكم؟ طب هتعمل إيه عشان نغش منك؟ إذا حاجة عجبتني. لا والله ما راح تغشي، لأنه هطفي النور. لأنه جد هو في يعني عندي طب إنه أكمل دراسي ماجستير ودكتورة. لا كده الموضوع بقى صعب صراحة. الآن من الصعوبة إنها تكملينهم في ظل الشغل والحياة. أيوة صح. فبس لا. هكون أسهل بعد التقاعد، ها؟ الذاكرة هتكون تمام؟ لا. الزهايمر هيكون اشتغل. طيب حياة سعيدة. خلونا نذهب إلى تغريداتكم. صباح الخير. أفضل مشروع، الكتابة أو التدوين؟ معك حد يقرأ. صباح الخير. أفضل مشروع، الأعمال التطوعية ونشر العلم. فائق من جدة، أهلا بك. ممكن مشروع، مكتبة إلكترونية. سقي الحديقة عمر. فاتورة الماء جايتك عالية. صباح الخير. الدخول في الأسهم ما يحتاج تقاعد، من الحين بتخسر. ركز في الذهب الفترة ديت، يعني بقولك شوية. اكتشاف العالم بداية رحلات ومتعة بلا حدود. عليك بالعافية يا بندر. صباح ياسمين الشام. الجلوس في البيت والعمل في المطبخ وتجهيز الفطور والغداء والعشاء للأولاد وأمهم. كل واحد حسب رغبته وهوايته في العمل. أن يكون لدي رغبة وأنا في الخدمة أعمل أسواق، وفعلا بعد التقاعد عملت أسواق للمواد الغذائية ونعمل بها. أنا مش فاهمة التغريدة صراحة. نعمل بها أنا والأولاد. يعني حاب يفتح سوق مركزي وبالتالي يعمل فيها أسوأ. احد الزملاء يقول انا راح اطلع تقاعد من الاولاد وامهم. بالجمله اطلع تقاعد. طيب، مزرعه والاهتمام بها. في ناس غاويه زراعه ورود واشياء ياكلوها طبيعيه. اكتفاء ذاتي. مبدأ 2 يحكوا فيها، العمل على معالجة أدوات المطبخ بالماء والصابون، يعني جلي. كم سعادة. شكرا يا أبو أيمن. يا أبو أيمن بيساعد المدام، مش غلط. هذا مشروع مستقبلي. مش غلط. صباح الخير والسعادة عليكم. عادل وبنت بلدي مروة. أفضل مشروع بعد التقاعد، الراحة ثم الراحة. أنا معاك، الراحة خلص كفاية شغل. وبعدين راحة. تفضلي على المعاش؟ اي راح. لا، ما انت لازم بقى تسيف نفسك من دلوقتي، تعمل يعني ادخار علشان تقدر تسافر وتروح وتنبسط. بيخلصون يعني انت وشطارتك. بقى انت وشطارتك. ممكن تعمل مشروع في الوقت الحالي علشان يجيب ارباح. شوف، اهم شيء انه الاولاد لا يقولوا لك انه الوالد دوخنا، طف الاضواء، فتح الاضواء، الريموت بيد. فهذه كلها. والمدام تكون مرتاحه كمان. راح نطلع تقاعد. كفاية تزويد زملائهم بالمبتدئين في العمل بكافة الخبرات والمنشورات التي قد تفيد ما بعدهم وترفع من رصيدهم المعرفي. صباحكم سعادة. بجلس في البيت واتفرج على صباح العربية الصبح وبعمل بعض النشاطات. هذا للرجل، لكن المرأة ما عندها تقاعد أبدا، في عمل مستمر مدى الحياة.
افتكر ما بعد التقاعد هيكون في صباح العربية واحنا هنكون فين؟ انا موجود بس انت ما ادري عنه. حموت ها. طيب اعمل معكم نورنا يا بشار، ميرسي على الصورة. شوف لقينا بديل مع الكمامة، لقينا بديل 2020. لا لقينا بديل عنك. لقينا بديل. بشار حاب يعمل معنا والله، نورنا. بس هياخد مكانك عادي لانه هو الشاب. لا ما احنا راح اثنين شباب راح نغير ستايل البرنامج. لا مقهى انمي اشواق جالة شغل. صباح الخير. من المشروعات الناجحة بعد التقاعد إنشاء استثمارات زراعية صغيرة أو متوسطة لاستغلال الوقت من جهة، ومن جهة أخرى الاستفادة من المحاصيل والمنتوجات. حلو. صباح النور، دوام والصحة والعافية إن شاء الله للجميع. أفضل مشروع بعد التقاعد أنك تلف تستكشف العالم فيه زي ما هو. افتتاح الورد صغير واجمع بين الجمال والهدوء زي رشا يعني. السفر اكيد السفر، وكذلك يكون مسؤولا عن البيت اكثر مما كان عليه قبل، وكذلك يفتح له مشروع صغير لان اغلب الاحيان الجلوس بالبيت مرض وازعاج كمان في بعض الاوقات. اصلاح ابواب البيت مع النوافذ وتجديد شبكها ضد الحشرات. خلصناها. هاي اخر تغريده. طيب هذه بعض من تغريداتكم، شاركونا على هاشتاج صباح اندرسكور العربيه، وكذلك على حساباتنا تويتر فيسبوك انستغرام @صباح العربيه. الى خبرنا التالي. كشفت هيئه التراث السعوديه عن عثورها على بقايا اثار اقدام بشريه و فيلة وحيوانات مفترسة حول بحيرة قديمة جافة على أطراف منطقة تبوك، يعود تاريخها لأكثر من 120 ألف سنة. أشارت هيئة الآثار أن هذا الاكتشاف الذي عمل عليه مناقبون سعوديون ودوليون يعد أول دليل علمي على وجود الإنسان على أرض الجزيرة العربية، كما أنه يقدم لمحة لدراسة بيئة الأحياء أثناء انتقال الإنسان في هذه البقعة من العالم. من شب على شيء شاب عليه. يحيى بات باكستاني في العقد السادس من عمره ولا يزال يهوى رياضة كمال الأجسام. لم ينتصر يحيى على منافسي في الرياضة فقط، بل انتصر أيضا على فيروس كورونا ليعود إلى مزاولة هوايته المفضلة. نتابع التفاصيل. للوهلة الأولى يخيل للناظر أن من يتدرب على هذه الأثقال شاب فتي في مقتبل العمر، لكنه في الواقع بلغ 60 من عمره. شاب شعر يحيى بط لكن قلبه لا يزال ينبض حيوية ونشاطا. يحيى بطل سابق في رياضة كمال الأجسام ولا يزال مغرما بها، فمن شب على شيء شاب عليه. حفزني والدي على رياضة كمال الأجسام، فقد كان شغوفا بها. بدأت تمارين اللياقة في عمر 10 سنوات، لاحقا انضممت لأحد الصالات الرياضية الشعبية وحققت أول لقب لي في كمال الأجسام عام 85. بعدها بعام فزت بذهبيتين في بطولة ماليزيا وتأهلت لبطولة العالم، وقد فزت في 5 بطولات محلية و3 في آسيا. مسيرة يحيى الرياضية حافلة، فهو يعد من بين أوائل رواد رياضة كمال الأجسام في باكستان، لكن يحيى لم ينتصر على منافسيه في الرياضة فحسب، بل انتصر أيضا على فيروس كورونا ليعود إلى مزاولة هوايته المفضلة والتي يؤمن أنها سر سعادته وصحته. الحمد لله. I don't have any blood pressure problem, uric acid. الحمد لله لا أعاني من أمراض كالضغط أو حمض اليوريك أو السكري، ودوما أنصح من هم في سني وكذلك الشباب بتناول طعام متوازن وممارسة الرياضة المفضلة لديهم سواء كانت في الصالات أو في المناطق المفتوحة، وليس بالضرورة أن تكون شاقة. يحيى لا يزال يتذكر أيام الشباب، ورغم أنه لم يعد يشارك في المنافسات الرياضية فهو يفتخر أنه درب العديد من الرياضيين، وهو يؤمن أن الرياضة ليست حكرا على سن أو جيل معين. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، ورغم أنه بلغ 60 عاما فلا يزال يحيى بط
يعيش حياة طبيعية ويزاول رياضته المفضلة. عبد الرحمن مزيني، العربية، لاهور. الروبوت ميترا بات صلة الوصل بين مرضى كورونا وذويهم في الهند، فعبر اللوحة المثبتة في صدر الروبوت يشاهد المرضى أحباءهم وكذلك يتواصلون مع الطواقم الطبية التي يتعذر عليها دخول أماكن عزل المصابين بفيروس كورونا. في جديد إجراءات الهند لمواجهة كورونا، الروبوت ميترا يؤدي خدمة العملاء في مشفى ياثرس التخصصي مقربا المسافات بين مرضى كورونا وذويهم. ميترا الذي يعني الصديق في اللغة الهندية يتذكر من يقابلهم بواسطة عينيه المجهزتين بتكنولوجيا التعرف على ملامح الوجوه، وعبر اللوحة المثبتة في صدره تتم عملية التواصل مع الطواقم الطبية التي يتعذر عليها دخول عنابر عزل المرضى خوفا من الإصابة. يستغرق التعافي وقتا طويلا، وخلال هذا الوقت وبينما يكون المرضى في أشد الحاجة لعائلاتهم لا يمكن زيارتهم، ويستخدم روبوت ميترا بشكل أساسي من قبل المرضى الذين لا يمكنهم التواصل باستخدام هواتفهم. تداعيات كورونا تطلبت استخدام الروبوتات في عدة دول لتأدية مهام كثيرة لسد ثغرات اليد العاملة، لكن في الهند تبدو الحاجة أكثر إلحاحا للروبوتات خصوصا في القطاع الطبي، بعدما تخطى عدد إصابات كورونا عتبة 5 ملايين حالة لتصبح البلاد ثاني دولة من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد. المياه البيضاء في العين هي تغيير طبيعي يحدث نتيجة التقدم في السن، وغالبا ما تتشكل الغشوات ببطء وتتسبب ببعض الأعراض، وتحول عدسة العين من نقية شفافة إلى ضبابية مشوشة. في معظم الحالات فإن البصر يسترد بالكامل بعد إزالة المياه البيضاء جراحيا وزرع عدسة شفافة مكانها، فهل من مضاعفات لهذه العملية؟ للمزيد ينضم إلينا من دبي الدكتور علي فضل الله، استشاري طب العيون. دكتور صباح الخير. صباح الخير عادل، كيف حالك؟ أهلا وسهلا دكتور. يعني خلنا نفهم أول شيء، هي المياه البيضاء هي ذاتها الزرقاء ولا هذه تختلف عن هذه، وبالتالي تأثيرها على العين ماذا سيكون؟ صحيح، أول سؤال هو أنه هل المياه البيضاء والزرقاء نفس الشيء؟ تختلف حسب المنطقة اللي نحن موجودين فيها. في الخليج العربي المياه البيضاء هي الكاتراكت أو الساد، هي ذاتها بنسميها المياه الزرقاء في بلاد الشام، يعني في بيروت، في لبنان، في الأردن، في سوريا، تختلف حسب بس هي إذا بدنا نترجمها هي عدسة العين عم تفقد شفافيتها، وبس تفقد شفافيتها عدسة العين بيصير ينخفض النظر. السبب الرئيسي هو العمر. كيف بيصير عندنا تجاعيد على الوجه؟ بيصير في تجاعيد داخل هيدي عدسة العين، وهذا بيؤدي إلى فقدان قسم من النظر، خاصة النظر البعيد. هذا أحد الأسباب. في أسباب أخرى طبعا مثل السكري، مثل بعض الأدوية ممكن تسبب المياه الأبيض أو الساد أو الكاتراكت باللغة الأجنبية. الدكتور احنا مش عايزين نقلق الناس، يمكن يعني كما ذكرت انه التقدم في العمر يمكن أبرز الأسباب، فمعنى هذا انه كل إنسان بيكبر في العمر قد يصاب بهذه المياه، المياه البيضاء، وماذا أيضا عن مرض السكري؟ يعني المريض السكري ما مدى نسب الإصابة؟ هل هي مرتفعة؟ مروة صحيح، ما بدنا نقلق الناس، هي أصلا شيء طبيعي مع تقدم العمر. يعني في أشخاص بعد سن 60 بيصير في عندهم انخفاض بسيط بالنظر، وهذا غير مقلق لأنه بيكون شيء بسيط وما بيحتاج لأي عمليات. نسبة المياه الأبيض بعد سن 50 سنة هو نسبته تقريبا 40%، وبعد سن 70 60%. قسم منهم ممكن يحتاج علاجات، القسم الآخر لا. سألت عن السكري، السكري طبعا هو من الأسباب اللي بيخلي أنه يصير في عنا مياه أبيض بشكل أكبر، وهو من أحد الأسباب للمياه الأبيض على عمر مبكر، يعني مش سن 50، ممكن يكون سن 40 وما فوق. وبالتالي مرحلة علاجها هل هي جراحة بسيطة بالليزر أو أنه لا ممكن أدوية وانتهى الموضوع؟
سؤال ممتاز. هلأ من أحد الأسباب اللي ما ذكرناها تعرض للشمس، خاصة عنا هون كمان في منطقة الخليج اليوفي لايت أو الأشعة ما فوق البنفسجية كتير عالية. نطلب دائما من الناس يلبسوا نظارات شمسية على الشمس، هذا ممكن يأخر تقدم المياه الأبيض وأنه ما يصير في حاجة ضرورية سريعة للعمليات. بالنسبة للعلاجات كنا قبلا نقول والله لازم ننتظر لا تتقدم كتير المياه الأبيض. حاليا لا، إذا الشخص صار منزعج خاصة بالسواقة الليلية لأنه ممكن يصير فيه مثل بعض الهالات على الأضواء، عدم الوضوح للإشارات السير الموجودة، هيدا بتكون من الأسباب اللي لازم نعمل العلاج. العلاجات كانت قبل جراحية، يعني كنا نعمل جراحة على العين مع خيوط، حاليا بطلت جراحية إذا بدكم نتكلم بهذا الموضوع. أي اللي هو شنو دكتور؟ ما هو العلاج حاليا؟ حاليا هلا بعد سن 96-97 صار كنا عم نستعمل نوع من الموجات الصوتية لإزالة الساد ونزرع عدسة داخل العين. حاليا انتقلنا، لا تزال موجودة الموجات الصوتية أو من إلا الفيكو كاتركت، حاليا صار موجود الليزر أو الفيمتو ليزر لنحن نعمل هيدا النوع من العمليات. صار كعملية آمنة أكثر، أجزاء كبيرة منها عم نعملها بالليزر يعني وبشكل سريع جدا، ولا نزال عم نزرع عدسات، وحتى العدسات تغيرت من قبل إلى الآن، صار في عدسات بتصلح البعد والمتوسط والقريب. الموضوع بيتطلب بنج موضعي بالليزر، ننزيل الساد، نرجع نزرع عدسة، تقريبا 15 دقيقة الشخص بيكون خلص العلاج وبيرجع بنفس اليوم على المنزل. من ثاني يوم أو ثالث يوم ممكن يرجع حياته الطبيعية على العمل بشكل الطبيعي. أيوة دكتور، ولكن نسب يعني التعافي بتكون سريعة، ولكن ماذا عن الرؤية تكون واضحة بشكل كامل وشكل واضح؟ وهل يمكن أن تعود من جديد هذه المياه البيضاء للشخص الذي أصيب بها من قبل؟ سؤال ممتاز. بالنسبة للرؤية بتكون جيدة من تاني يوم وبتكون ممتازة على الشهر، يعني تدريجيا طبعا بيرجع النظر، وبسبب العدسات المتعددة الأبعاد صار مش فقط بس بيرجع نظر البعيد، بيصير الشخص يشوف البعد المتوسط والقرب، حتى الانحراف أو بنقله الأستجماتيزم يصحح. يعني كتير أشخاص منشوف عمرهم فوق 50 ما بيلبسوا نظرات لا للبعد ولا للقرب، هول أكثريتهم بيكونوا عاملين عملية للمياه الأبيض مع زرع عدسات متخصصة بتصلح كل الأبعاد، ونعم بيرجع النظر على 6/6 إذا ما كان في أي مشاكل أخرى. بالنسبة كان في سؤال آخر على ما أعتقد. أيوة، تعود هذه المياه البيضاء بعد العملية قد يكون عرضة لها من جديد؟ لا، المياه البيضاء لا تعود، ممكن يحتاج الشخص تنظيف للعدسة بالليزر لمرة واحدة فقط بعد سنة أو سنتين. والله يا دكتور يعني بعد الخمسين الآن بدأت أشك ببعض الأصدقاء أن عاملين العملية مش طبيعية عيونهم إنما يشوفوا. لكن دكتور بالنسبة لبعض من لديهم ضغط في العين، عندهم مشاكل، هذه كيف يتم التعامل معها؟ ضغط في العين هو في ينتج بعض الأحيان عن أنه المياه الأبيض هي متقدمة جدا، وبعض الأحيان لا، بتكون هي طبيعة الشخص، ممكن كيف عنده بيكون عنده ضغط مرتفع، التعامل معها عادة بيكون ضغط بالعين مرتفع، التعامل معها بيصير من خلال قطرات وبأحيان قليلة جدا عمليات، بس حاليا بالعلاجات الجديدة قطرات بتكون كافية بتخفض ضغط العين، وهذا بيحمي عصب العين. مشكلة بالضغط هو اللي بيصير فيه مشكلة على عصب العين وبنحميه بالقطرات. طيب إذا بدلت هذه العدسات ما الذي سيفقده الشخص من عينه الطبيعية؟ هو بس مجرد تبديل عدسة ولا أنه لا في أعراض انسحابية عليه؟ صحيح، كنا بالزمان نركب عدسة عادية تصحح البعد فقط، كان الشخص يفقد القريب، نظر القريب، يصير مضطر يلبس نظارة. حاليا مع العدسات المتعددة الأبعاد لا يفقد أي نظر لا بعد ولا قرب، بياخد كل المسافات. الإزعاج ممكن يصير أول فترة على هالات حول الأضواء، هو وسايق بالفترات الليلية، بس هذه ما بتستمر كل العمر، وبنسبة 90% بتختفي بعد 6 أشهر. نشفان أيضا ولا لا؟ بالنسبة للمياه الأبيض نسبة الجفاف أو النشفان على العين قليلة جدا، مش مثل عمليات تصحيح النظر بالليزر أو بالليزك، ممكن من خلال قطرة أول فترة شهر فقط، ومن بعد الشهر تتوقف استعمال القطرات. طيب فحوصات النظر الطبيعية التي قد يقوم بها شخص بشكل دوري قد تكشف عن المياه البيضاء، أم هناك أنواع معينة للفحوصات للتشخيص؟
الفحوصات الدورية كافية، والشخص بحد ذاته ممكن هو يعرف أنه صار في عنده مياه أبيض، أنه كان هو بيشوف مثلا على مسافة معينة على التلفاز وبدأ لا ما عم بيشوف القراءات الصغيرة. هيدي من بعد سن 50 طبعا، هذه من علامات الشبه أكيدة أنه ممكن بدأت عنده مياه أبيض. طيب الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم دكتور، هل هم عرضة أيضا لهذه المشكلة وحدوث المياه البيضاء؟ لم يتم بالدراسات إثبات أنه في علاقة بين ضغط الجسم والمياه الأبيض. هناك علاقة بين ضغط الجسم ومشاكل الشبكية اللي ممكن يؤدي لانخفاض في الرؤية، وبيكون لها علاجات مختلفة اللي هي علاجات شبكية العين. نذهب إلى أسئلة المشاهدين دكتور. طبعا. أسعد الله صباحكم. بسأل الدكتور، هل مياه البحار المالحة لديها سلبيات أم إيجابيات للعين؟ والسائل يبدو أنه غواص أو يغوص، سؤال دائما يطرح. صفته هو تفضل. طبعا، وهذا دائما في يطرح هذا السؤال. لا يوجد سلبيات حسنات، لا يوجد حسنات سلبيات، لا يوجد سلبيات كبيرة إلا إذا كان هذا المياه في كلور أو إنه هذا المياه ممكن يكون في بكتيريا معينة ممكن نتعرض لالتهاب على العين، خاصة إذا كنا لابسين عدسات. يفضل إنه لا ما نفتح عيوننا مباشرة تحت المياه. لا يعني في الدكتور الأوليين كما يقول الطيبين يقولون إذا عندك جروح في جسمك وتبيها تتشافى بسرعة روح البحر، في مياه البحر الطيب، الماء المالح يطيب الجرح. هل العين نفس الشيء ولا لا؟ للأسف بالعين مختلفة، ما نفس الشيء، مختلفة. وممكن تتعرض العين مرات لالتهابات، والالتهابات بتكون صعبة العلاج. وضغط البحر على العين إذا كان غواص هل فيها شيء ولا الجسم يتكيف؟ لا بالنسبة للضغط الجسم يتكيف. في الشيء الوحيد اللي نخاف منه الالتهابات على العيون. استفسار آخر دكتور من المشاهدين، خلينا نشوف السؤال التالي. شطف العيون في الماء البارد مفيد للصحة لصحتهم وسلامتهم؟ مفيد إذا كان الشخص عنده حساسية مزمنة على العيون، ممكن يخفف من عوارض الحساسية. طيب سؤال آخر إذا سمحتم أزنيف، ما هي مخاطر جفاف العين الشديد ومتى قد يصبح مزمنا؟ هل هناك أضرر دكتور؟ هلا الجفاف إذا كان خفيف بيأثر فقط على النظر وضبابية بالرؤية. إذا وصل لمرحلة كان متقدم جدا ممكن يكون في ضرر، من ضمنها تلف على أنسجة القرنية، التهابات على العين، تضرر بالنظر بشكل دائم. من هون إذا كان الجفاف كتير متقدم يجب معالجته. هل يعني معالجة القنوات الدمعية؟ بالقطرات أولا، بعدين بسد القنوات الدمعية، ثالثا هناك بعض العلاجات صارت للجفون لتحفيز الدمع. طيب سؤال آخر دكتور، هل مرض السكري يؤثر على العين وكيف يمكن معالجته؟ طيب كيف يمكن معالجته؟ يمكن تحدثنا عن الموضوع وعلاقة السكري بالعين. صحيح، السكري بيأثر على شبكية العين وبيؤدي إلى انخفاض النظر. العلاج الأول تخفيض التراكمي، ما لازم يتجاوز 6 نسبة التراكمي. ثاني شيء إذا صار في ضرر على شبكية العين هناك علاجات بالحقن على للشبكية، وللأسف بالحالات المتقدمة جدا هناك بعض العمليات اللي بنضطر نعملها. الأفضل تخفيض نسبة السكري في الدم. دكتور نذهب إلى سؤال آخر أيضا أزنيف. هذا آخر سؤال. طيب هذا آخر سؤال، شكرا جزيلا دكتور علي فضل الله استشاري طب العيون، يعطيك العافية على كل هذه المعلومات. شكرا. فكرة صناعة المجسمات هي الطريقة البديلة التي توصل إليها العاملون في متحف الناصرية لبقاء المهتمين على تواصل مع التاريخ دون انقطاع. فبعد تفشي فيروس كورونا أغلقت المتاحف العراقية، وكان على العاملين بالآثار إيجاد البديل للسياح، فقاموا بإرسال مئات المنحوتات إليهم
مع معلومات حول هذه المنحوتات، أي أن التاريخ سيأتي إليك إلى بيتك إن لم تذهب إليه. يصنع الآثاريون بمتحف الناصرية نسخة طبق الأصل لزقورة أوري الأثرية على شكل مجسم صغير. أهم معالم وادي الرافدين ستكون متاحة، ويرفق معها كتيب صغير يلخص الاكتشافات في تلك الحقبة للتعرف عليها عن بعد. وباء كورونا غير وضع المتاحف في العراق، فتعذر الوصول إليها جعل إدارة المتحف ترسل المجسمات ومعلوماتها إلى المنازل. ورشة متحف الناصرية لصناعة النسخ المصغرة التي تقدم كهدايا بالمجان إلى زوار متحف الناصرية. من يرغب بمتابعة الحقب الزمنية للسومريين والبابليين عليه مراسلة إدارة المتحف، ومن بعدها ستصله بالمجان. أغلب المواد الداخلة في صناعة هذه الأشكال يتم جمعها من رواتب الموظفين لشرائها من الأسواق، ومن بعدها تصنع داخل ورشة خصصت لذلك. إن شاء الله عندنا خطة بالأيام الجاية ننتج أنواع أكثر وندخل مواد ثانية. إحنا من خلال مواد بسيطة قدرنا نوصل هاي القطع تقريبا ل18 دولة. لن توقف التاريخ حدود أو حواجز، فقد أرسل مجسم الزقورة إلى مشاهير وآثارين في دول عربية وأجنبية ومنظمات تعنى بالتراث، وعراقيون علقوا زيارتهم هذا العام إلى المتاحف التزاما بقاعدة السلوك الصحي وتفاديا للإصابة بالفيروس. من الناصرية شاكر عواد، العربية. نبدأ ساعتنا الثانية من حلقة اليوم ونظام التشغيل الجديد الذي طرحته أبل في حدثها السنوي iOS 14 يضفي مظهرا متجددا على أكثر المهام التي تقوم بها. تم إعادة تصميم الصفحة الرئيسية وتحديثات لأهم التطبيقات اليومية وإضافة تطبيق الترجمة الفورية. حلو. للمزيد ينضم إلينا من الرياض عبد الله السبع، مختص في أخبار التقنية. عبد الله صبحك الله بالخير. سعد صباح. السلام عليكم. صباح النور. سلام، يا هلا ومرحبا. ما نسمعك، سوري، بأسف، بس أنا كان يقطع الصوت. أقول فاقدينك الأسابيع الماضية. يا حبيبي ما تفقد غالي، الله يطول عمرك. زين عبد الله، خلني أقول لك أول شيء، أنا واحد من الناس اللي دائما يترددون في ربما تجربة أي تحديث جديد لآي أو إس. دائما في البداية راح تروح تحدث التطبيق الجديد أو عفوا النظام التشغيل الجديد، وبالتالي يقول لك لا، في عيوب بحاجة إلى تطوير، وانتظر على ما أسبوعين ثلاثة يطورونه أو أكثر. هذا التطبيق شو، هذا التطوير الجديد شلون؟ شفينا التطبيق؟ أول شيء يعطيكم العافية وصباح الخير. صباحك الله. يعتبر نظام الآي أو إس 14 أحد الأنظمة الجديدة اللي نزلت لأجهزة الآيفون وأيضا الآيباد أو إس. النظام مستقر بشكل جدا كبير. أبل كانت تجرب النظام لفترة طويلة، ويعتبر هذا النظام أحد أكثر الأنظمة المستقرة اللي أعلنت عنها أبل من فترة طويلة. لأنه زي ما قلت أنت، نظام الآي أو إس 11، نظام الآي أو إس 12 وأيضا 13 أول ما نزلوا في البداية كانت النظام فيها مشاكل. نظام الآي أو إس 14 حتى الآن أموره مستقرة وما فيه إلا أموره طيبة. حتى الآن أموره مستقرة. أنت أكيد نزلته، يعني أكيد استعجلته ونزلته. قل لنا أنت أهم المميزات اللي أنت شفتها فيه. أنا منزلة تقريبا من شهر وشوي. ما شاء الله على المطورين. أهم المميزات صراحة اللي أنا شفتها الواجهات الجديدة وموضوع تنبيهات المكالمات. زي ما أنتم عارفين كانت أكبر مشكلة تواجهك لو كنت مثلا تلعب لعبة أو تسجل ملاحظة صوتية في الواتساب وجاك أي اتصال تنقطع الملاحظة الصوتية ولا تقدر تكمل. الآن تنبيهات المكالمات صارت تطلع من فوق، ما يحتاج أنه أنت تسوي أي شيء، فقط لو في مكالمة ومعاجبتك تسحب الفوق وتكمل لعبتك أو تكمل تسجيل الملاحظة الصوتية من دون أي مشاكل. هذه بخصوص أهم ميزة صراحة من وجهة نظري. النظام صار سلس أكثر، الواجهات تغيرت، تصاميم بعض الخيارات تغيرت. ممكن نتكلم كمان عن
خيارات جديدة، إنه مثلا الآن مقاطع الفيديو صار تقدر تشوفها بشكل مصغر، فأنت تقدر تصفح النظام والفيديو يكون شغال بشكل مصغر. إنجيل يتكلم أيضا عن ميزة النقر من الخلف، الآن صار ممكن أنك تحط اختصارات، فالاختصارات هذه لو لمست الجهاز من وراء 3 مرات أو مرتين يرفع الصوت أو ينزل الصوت أو غيرها من الخيارات اللي أنت حابها. النظام أيضا يضيف عدة مميزات في الخصوصية، فخلنا نتكلم انه الان لو في تطبيق نسخ اي شيء من الحافظه راح يجيك تنبيه مباشره ان هذا التطبيق نسخ شيء من الحافظه. لو في تطبيق كان يستخدم الصوت او يستخدم الكاميرا راح يجيك مباشره تنبيه ان هذا التطبيق قاعد يستخدم الصوت او قاعد يستخدم الكاميرا، وهذا يزيد من خصوصيه المستخدمين، لانه في السابق تم اكتشاف عده برامج كانت تتجسس على المستخدمين من دون علمهم. فهذه اغلب المميزات صراحه اللي اعلنوا عنها. طبعا نركز بشكل كبير على خيار الخصوصيه لانه أبل ركزت عليه بشكل كبير فيها. صح. طيب عبد الله، بالنسبه لي دائما ما هناك مقارنه مع نظام اندرويد واي او اس، المعجبي الاندرويد دائما يقول لك والله احنا نقدر بانه نتصفح اكثر من صفحه او اكثر من تطبيق يشتغل في وقت واحد، هذا غير موجود عند اي او اس 13 او 13 اللي كان. أغلب المميزات اللي أبل أعلنت عنها هي موجودة بشكل سابق في أجهزة الأندرويد، وهذا ما نختلف فيه. أجهزة الأندرويد بما أنها نظام مفتوح المصدر فتلقى واجهات كثيرة لها، وأيضا تلقى مميزات تقدر تضيفها لهم، بجانب أنه بعض المميزات موجودة من الأساس من فترة طويلة، خاصة ميزة المكالمات. أبل للأسف تتأخر بشكل بسيط في إضافة بعض المميزات للأنظمة، لكن إن أضافت يعني التصفح السفاري سفاري بروح ولا في متطلبات أو مطالبات سابقة بأنه خلصونا من سفاري نبي أكثر من متصفح. الآن صار بإمكانك أنه أنت تختار وش المتصفح الافتراضي، سابقا كان فقط سفاري هو المتصفح الافتراضي، الآن جوجل كروم وأيضا إدج صار بإمكانك أنك تختارهم كمتصفحات افتراضية وتستغني عن سفاري. الموضوع أيضا ينطبق على الإيميل، إذا أنت ما أنت مرتاح على تطبيق الإيميل الأساسي اللي موجود عندك، صار بإمكانك من خلال نظام الآي أو إس 14 أنك أنت تغير تطبيق الإيميل الافتراضي، فالنظام هذا أعطى حرية أكبر للمستخدمين. طيب عبد الله، يمكن أهم سؤال دلوقتي عشان الناس تقدر تستفيد من هذه الفقرة، أهم النصائح اللي ممكن تعطيهم النهاردة ويستفيدوا منها بحكم خبرتك وإن أنت نزلت الآي أو إس 14، إيه أهم الأشياء لازم ينتبهوا عليها، وهل ممكن يفقدوا بياناتهم؟ ودي أهم نقطة هم بيخافوا على البيانات الموجودة على الجوال. بالأساس إذا أنت نزلت النظام بإذن الله أنه أنت ما راح يصير لك أي شيء، يعني ما راح تفقد أي شيء، لكن لو لا سمح الله صارت أي مشكلة أثناء التحديث، انهار النظام، انقطع النت، طفت البطارية، هذه ممكن أنت تخسر فيها بيانات الجهاز. لذلك إحنا دائما نقول قبل التحديث احرص أنه أنت تأخذ نسخة احتياطية للجهاز. النسخة الاحتياطية هذه تفيدك لو لا سمح الله صارت أي مشكلة للجهاز، أنت راح تقدر ترجع بياناتك. طبعا عندك عدة طرق أنك تسوي نسخة احتياطية، من خلال الإعدادات، بعدين تروح الآي كلاود، وبعدين تختار نسخة احتياطي وتسوي نسخة احتياطي من هناك. هذه هي الطريقة الأولى، لكن تحتاج تشتري مساحة في الآي كلاود علشان تقدر تسوي النسخ الاحتياطي. لو ما تبغى تسوي بالنسخ احتياطي في الآي كلاود، عندك الطريقة الثانية أنه أنت تستخدم أجهزة الكمبيوتر. في أجهزة الويندوز أنت راح تقدر تسوي النسخ الاحتياطي من خلال الآيتونز، وفي أجهزة الماك ما تحتاج الآيتونز، كل اللي عليك أنه أنت تدخل إلى الفايندر ومباشرة راح تلقى الآيفون حقك هناك، تضغط عليه وتسوي النسخ الاحتياطي. تقريبا هذه أهم الطرق أن أنت تسوي نسخ احتياطي. أيضا وقت التحديث احرص انه انت تكون متصل بانترنت سريع واشبك الجوال على الشاحن وتوكل على الله، ان شاء الله ما راح يجيك اي مشاكل. طيب عبد الله، دائما يمكن ايفون تقول لك والله انا اذا طبقت نظام جديد في ايفونات راح تطلع برا الحسبه، يعني هل الايفونات القديمه ايفون 6 وغيره هذيل اطلعوا ولا الى الان ما زال يدعمهم هذا التحديث؟ أبل تحرص أنها تدعم الأجهزة إلى مدة 5 سنوات. طبعاً الآيفون 6 من زمان طالع من الحسبة التحديثات، لكنه بجانب أنه أبل مثلاً ما تدعم بالمميزات الجديدة لسبب واحد، أنه المعالج قدرات الجهاز أساساً ما راح تتحمل النظام الجديد فما تنزل له. لكن
لو كانت في مشكلة أمنية في النظام الخاص بالآيفون 6 زي ما واجهنا من فترة، أبل نزلت له تحديث خاص لهذا الجهاز عشان تعدل المشاكل اللي موجودة في الجهاز. فأبل صحيح إنها ما تنزل لك نظام جديد، لكنه أحيانا تنزل تحديثات أمنية لحماية الجهاز. فأتوقع أنه في أجهزة كثيرة طالعة من حسبة الآيوس 14، لأنه ما يقدر عتاد الجهاز نفسه ما يقدر يتحمل النظام الجديد، لأنه ما راح يكون مناسب لها. طبعا أجهزة الآيفون 6 من زمان طالعة من حسبة. أنا تحديثي قديم والله، الأبديت عندي قديم. ما يفضل أنه أنت تحدث. لا لا، أنا ما عندي هالمعلومات الجديدة، مو تليفون، لا التليفون. أنا مستفيد اليوم من عبد الله. طيب عبد الله، أنا من الأشخاص اللي أعتمد دائما على الخريطة، هل من تحديثات فيما يخص هذا الموضوع؟ وماذا أيضا عن الترجمة الفورية بس سريعا؟ الخرائط ما في من فترة قريبة دعمت خرائط أبل دولة الإمارات تقريبا. حلو. ما في أي تحديثات كثيرة سوى أنه تحسن نظام الأبل كار بلاي بشكل كبير. فأنت الآن لو كنت تستخدم نظام الأبل كار بلاي راح تلقى أن الخريطة صارت أوضح، شغلات جدا كثيرة عندك في السيارة راح تكون متحسنة. بخصوص تطبيق الترجمة، يعتبر هذا التطبيق أحد أفضل الشغلات اللي أعلنت عنها أبل. تطبيق الترجمة فكرته بشكل بسيط أنه يساعدك في الترجمة الفورية من اللغة العربية إلى أي لغة أخرى. الرهيب فيه أنه الترجمة مباشرة، فأنت لو كنت تتكلم باللغة العربية هو يلقط كلامك ويترجم مباشرة، دقيق جدا في الترجمة. صراحة من تجارب عدة أشخاص اكتشفنا أنه هو دقيق صراحة بشكل كبير، يعني ما راح تواجه فيه مشاكل أثناء الترجمة ولا أثناء الاستخدام. الحلو أنه إن شاء الله لو رجع السفر قريبا فهو راح يفيدك في أنك تترجم الكلام وتستخدمه مع أي شخص أنت تواجهه، لأنه هو تقدر تتكلم باللغة العربية ويترجم للشخص المقابل باللغة اللي هو يتحدث فيها. طيب هي سيري، هذه ساعات الناس يشتكون أنه والله لا بحاجة إلى تحديث، ما تفهم علينا بعض الكلمات إلى آخره. يعني ما تسمعنيش أصلاً. ما تسمعك؟ ما عندها مشاكل شخصية. طيب هل صار لها تحديث؟ هل قاعد تقدم خدمات جديدة؟ سيري صار لها تحديثات كثيرة. يمكن أهم ميزة في سيري صارت الواجهة كلها تغيرت، نفس سيري صارت أذكى. طبعا لازم تفعلها من إعدادات حتى تقدر تستخدمها وتستفيد منها، لكنه من تجارب صراحة كثيرة سيري صارت أفضل بكثير من السابق. يكفي أنه بالسابق لو تحدثت معها تطلع لك واجهة جديدة، الآن ما راح تطلع لك واجهة جديدة بنفس الواجهة اللي أنت تستخدمها، راح يطلع لك فقط زر صغير في الأسفل وأنت بعدها تقدر تتواصل معها. ففي تحسينات صراحة كثيرة لسيري، والنظام صراحة جاء بحزمة كبيرة من التحديثات. يمكن من وجهة نظري ومن استخدام طويل خلال الفترة الماضية النظام صار أخف بكثير من السابق. يمكن أحد المميزات اللي ما تطرقنا لها بشكل كبير أنه حاليا صار أنه بإمكانك أنه أنت تشغل السيارة من خلال أجهزة الآيفون. فأنت الآن لو بغيت تطلع من البيت ما يحتاج يكون معك مفتاح السيارة ولا شيء، تقدر تفتح سيارتك تستخدمها من خلال الآيفون، لكن في موديلات محددة تقريبا سيارة واحدة في العالم. بس سيارة واحدة حاليا، سيارة واحدة في العالم اللي تدعمها. عبد الله، أبل باي للحين مو شغال في بعض الدول، ما فخلنا على شو اسمه، خلنا على سيارة. تفضلي آخر. إيه تفضل تفضل. السماعات أبل إذا أنت كنت تستخدمها، الميزة الجديدة فيها حالياً إنه أنت لو كنت تستخدم أجهزة الماك وبعدين طفيت أجهزة الماك ورحت إلى أجهزة الأيباد، السماعة مباشرة راح تنتقل معك. لو طفيت الأيباد واستخدمت أجهزة الآيفون السماعة راح تنتقل معك، بجانب تحسينات في الإصدار البرو إنه صار حفظ درسها عارف الطريق. يا عبد الله شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعلومات، وأتمنى أن كل الناس استفادوا من هذا هذه الفقرة. أتمنى غير صوت معنا سيري. عبد الله السبع صوت سيري. تواصل جمعية ارتقاء الخيرية في السعودية المتخصصة في جمع الحاسبات الآلية وإعادة تأهيلها وتوزيع الأجهزة على المحتاجين من الطلاب بعد عمليات تأهيل تقوم بها لتلك الأجهزة حال استقبالها من المتبرعين. نتابع.
توزيع الحاسبات الآلية للمحتاجين من الطلاب تم تفعيلها من جانب جمعية ارتقاء الخيرية المتخصصة في جمع أجهزة الحاسب الآلي وإعادة تأهيلها لمساعدة الطلاب لمواصلة تعليمهم عن بعد. استهدفنا 7000 جهاز، إلى اليوم احنا حققنا تقريبا 60% من المستهدف. المنطقة الشرقية كان نصيبها تقريبا 31% من الأجهزة المعاد تأهيلها، المنطقة الجنوبية تجاوز 43، المنطقة الوسطى 11%، المنطقة الشمالية 4%، المنطقة الغربية تقريبا 6%. في جميع مناطق المملكة يصلها لكل مستفيد محتاج إلى جهاز ولا يستطيع شراءه في هذه الجائحة لإكمال تعليمهم. بإمكاننا بإذن الله عن طريق الجمعيات المسجلة لديهم أن نوصل لهم الأجهزة ومباشرة يكملون عمليتهم التعليمية. في هذا المكان يتم جمع الأجهزة من المتبرعين وإعادة توزيعها على المحتاجين من الطلاب وتوفير رحلة البحث عن الأجهزة في الأسواق، كما غيرهم ممن عاشوا هذه التجربة، والتقى بهم الزميل حسين مسعد من الرياض. وأما في الرياض فقد شهدت أسواق الكمبيوتر إقبالا كبيرا من المتسوقين، خصوصا مع بداية العام الدراسي الحالي. نأخذ أحد المتسوقين معنا. السلام عليكم. سلام. أنت يعني اليوم تسوقت، كيف شايف السوق؟ والله السوق نار، غالي غالي جدا فعلا، شيء مهول يخوف، حتى المستعمل منتهي فعلا. يعني السعر، يعني بعض الأجهزة يزيد فيها 2000-3000، وهذا حرام. عيانا شلون يدرسون بالطريقة هذه؟ شكرا صراحة. شكرا لك. طبعا هذا يعزز الجولة التي قمنا بها في قناة العربية اليوم خلال الساعتين الماضية. لاحظنا زيادة في أسعار البيع 40% تقريبا، وأيضا شح ملحوظ في أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة، وأيضا شح أيضا آخر وارتفاع في أسعار الإكسسوارات كالسماعات وكاميرات الفيديو. من الرياض حسين بن مسعد، العربية. وننتقل إلى زميلنا عبد الواحد الحميد في مكة المكرمة. في مكة المكرمة أطلقت الإمارة حملة لمساندة الطلاب والطالبات في الدراسة عن بعد، عبر تأمين 70,000 جهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى شرائح الإنترنت في قرى ومحافظات منطقة مكة، وذلك قبل بداية الدراسة بأسابيع. عدة جهات حكومية شاركت في تنفيذ حملة تعلم عن بعد التي أطلقتها الإمارة. هذه الجهات شكلت فريقا يعمل على تحديد الاحتياجات اللازمة لإكمال الدراسة عن بعد للطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود، حتى يتمكن الطلاب والطالبات من بدء الدراسة بشكل طبيعي. الحملة نفذت بالتعاون مع جمعيات خيرية في القرى والمحافظات التابعة لمكة، ودعما لإدارات التعليم في المنطقة بتوفيرها لوازم الدراسة عن بعد لمحدودي الدخل في مكة المكرمة. من جدة، عبد الواحد الحميد، العربية. رست سفينة سيلفر سبيريت في آخر محطة لها في ميناء الملك عبدالله في رابغ، وهي تعد الرحلة البحرية الثانية التابعة لكروز البحر الأحمر على شاطئ الرأس الأبيض. واستمرت الرحلة 4 أيام وتخللتها فعاليات ترفيهية وغنائية. للحديث عن أجواء الرحلة والفعاليات تنضم إلينا من ميناء الملك عبد الله في رابغ مراسلة العربية أجواء الجودي. أهلا بك يا أجواء، وعايزين منك نعرف أجواء الرحلة، كيف كانت الفعاليات والرفاهيات اللي كانت موجودة بالنسبة للأسر والعائلات والأطفال. لا تتحمسين وتسافرين، ها؟ صباح الخير. صباح الخير يا عادل. احنا مثل ما ذكرت واحنا في ميناء مدينه الملك عبد الله الاقتصاديه، يعني وصلت السفينه قبل دقائق من الرحله اللي دامت 4 أيام. كانت فيها فعاليات كثيره ومختلفه بكل الأحوال. فاول يوم احنا وصلنا على شاطئ الراس الابيض انتقالا الى جزيره سندالا في نيوم، وعدنا اليوم. طبعا اللي يميز شاطئ الراس الابيض جزيرة سندالة بالذات أنها يعني طبيعتها كانت جديدة على كثير مننا، ما قد جينا هذه المناطق أو زرناها. بالإضافة إلى الأنشطة المائية والفعاليات والحفلات الغنائية أيضا اللي صارت يعني الحين مصاحبة لحفلة الكروز. إحنا يعني مثل ما ذكرت بعد قليل بدأوا النزلاء لهذه الرحلة بالنزول من السفينة ليصعدون الرحلة الثالثة اليوم اللي تنطلق الساعة 6 المساء بحضور فعالية غنائية للفنان ماجد المهندس، إن شاء الله راح تكون بكرة يوم الجمعة على رأس شاطئ الرأس الأبيض.
طيب يعني أكيد راح تصوري لنا هذه الحفلة الغنائية كالعادة مثل ما صورتي عمرو دياب أعتقد. طيب اليوم خلينا نتكلم بأنه هذه الرحلة اللي دامت 4 أيام، شنو ردود الأفعال بالنسبة لمن كانوا ضمن على متن هذه الباخرة، وبالتالي شلون كانت؟ هل تجربة جديدة قادمة قريبا ولا لا؟ طبعا يعني احنا من يوم ما وصلنا وحنا كنا نحكي مع تقريبا معظم النزلاء هنا، نسالهم عن ارائهم ونشوف يعني، ولاحظنا انه كثير اختلفت الفئات بشكل كبير. يعني وجدنا مثلا رجل 60 سالناه عن سبب انضمامه للرحله، قال انه يبغى يعني يدور الانسجام وانه يبعد عن ضوضاء المدينه. حلو. ويعني ما في مكان احلى من قلب البحر الاحمر. ايضا لقينا يعني عريسين جداد ما كملوا شهر، ما كان عندهم خيار لقضاء شهر العسل، فجو هنا لهذه الرحله ولقوا كل اللي كانوا يتمنونه. بالاضافه للاطفال يعني موجود كيد كلوب هنا في على متن السفينه عشان هم بعد يكون لهم انشطه وجدول مختلف عن الاهالي. يعني أجواء في انتظار تفاصيل الرحلة القادمة وإذا كان فيها برامج جديدة ستضاف عليها. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من ميناء الملك عبدالله في رابغ. نبدأ جولتنا في أخبار بلا سياسة، وأول أخبارنا لليوم في الولايات المتحدة، طلاب الجامعات يقومون بإطلاق صافرات التحذير على زملائهم المخالفين لقواعد وقف انتشار فيروس كورونا. يطلق على هؤلاء الطلاب سفراء كوفيد 19 ويقومون بوظائف تطوعية أو مدفوعة للمساعدة في عدم انتهاك قوانين التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتوزيع الأقنعة المجانية ومعقمات اليدين للطلاب. في بودابست قام قائد الأوركسترا المجرية إيفان فيشر بتحويل كمامة الوجه إلى أداة لتعزيز الموسيقى، إذ طور ما يعرف بكمامات صوتية مزودة بقطعتين من البلاستيك مرتبطة بخيوط الكمامة، ما يسمح يسمح لرواد الحفلات الموسيقية بالاستمتاع بصوتيات محسنة. أثبت اختراع فيشر شعبيته إذ ارتدى العشرات الكمامة أثناء جلوسهم للاستمتاع. وفي بلجيكا عاد مطعم داينينج إن ذا سكاي الذي يمتلك 60 فرعا حول العالم افتتاح منصته، وسيتمكن الزبائن مجددا من تناول وجباتهم على ارتفاع 50 مترا، لكن كورونا فرض قوانينه في الجو كما على الأرض، إذ بات على الزوار حجز طاولات خاصة متباعدة تتسع كل منها لأربعة أشخاص فقط، كما يتوفر للطهاة أيضا مساحة أكبر للتجول. وجبة هاي بعد مرور نصف قرن، كتاب وفيلم وثائقي لجلسات تسجيل ألبوم لتتبيه لفرقة البيتلز البريطانية الشهيرة قادمان في 2021. الكتاب سيعرض محادثات مكتوبة بين أعضاء الفرقة لتسجيلات صوتية لم تكتشف من قبل إلى جانب مئات الصور التي لم تنشر سابقا للألبوم. أما الفيلم فيوثق إنشاء ألبوم لتتبي عام 1970، وسيختصر 55 ساعة من اللقطات غير المنشورة. وأخيرا تطرح دار كريستيز هيكلا عظميا للديناصور الجبار الشهير باسم تيرانوسور من بين الأكثر اكتمالا من نوعه في العالم، تطرحه للبيع في أكتوبر في نيويورك مع توقعات بتحقيق سعر قياسي في هذا المجال، إذ تقدر قيمته بمبلغ يتراوح ما بين 6 ملايين و8 ملايين دولار. اكتشف الهيكل العظمي العائد إلى 67 مليون سنة عام 1987 في الولايات المتحدة.
هذا كان آخر أخبارنا في أخبار بلا سياسة. تكاد لا تخلو أي سفرة من وجود الخبز أو سفرة عفوا سفرة لحين بالي بالسفر خلاص رجعنا طيب انتهى الموضوع لا في إجازة ثانية في سفرة إن شاء الله توني قاعد أتكلم من إجازة ثانية طيب قال لكم بيقدم لا لا ما هو في إجازات قادمة إن شاء الله طيب لا تكاد لا تخلو أي سفرة من وجود الخبز فهو من المكونات الأساسية في نظامنا الغذائي اليومي وتعج المخابز بأنواع مختلفة من الخبز التي تختلف من ناحية نوع القمح المعد منه وطريقة التحضير وبالتالي يؤثر على قيمته الغذائية وأيضا على سعرات الحرارية إذا كان هناك رز أو عيش نثري أبيض ما له ما يهمكش الموضوع أبداً ولا لي بالخبز لا لي متعته يعني خاصة خلال ساعات العشاء بقى وانت قاعد سهران وتاكل السندوتشات أو الصبح عشاء عطيني رز عيش دي كارثة أكبر كمان طيب يعني للحديث عن الموضوع تنضم إلينا من جدة خبيرة التغذية ميسون النوري صباح الخير يا ميسون ويعني يمكن لما بنروح على السوبر ماركت بنلاقي كل الأشكال والألوان من الخبز الباجيت والبروتين والأبيض والأسمر والشوفان في أنواع كتير إحنا عايزين نعرف ما هي القيمة الغذائية لكل واحد فيهم وقد إيه كمية المسموح فيها صباح النور اولا والرضا وان شاء الله والصحه والعافيه لكل متابعينا العربيه ولكم بالاخص صباح بالنسبه للخبز اول شيء انا جايبت لكم مجموعه انواع من الخبز سمعت انك مروه ضعيفه قدام الخبز فتفرجي وشوفي الجمال اللي هنا انا صراحه كمان ضعيفه جدا قدام الخبز او العيش زي ما احنا نسميه سؤالك كان انه ايش الكميه المسموح فيها انا ما اقدر احدد الكميه لانه يعتمد على حسب الشخص يعني في أشخاص يأخذوا كمية سعرات عالية في اليوم يحتاجوها جسمهم يحتاجها فيقدروا يأخذوا كمية أعلى بس أهم شيء نكون عارفين أنه هو من ضمن احتياجنا من ضمن السعرات اللي إحنا بناخدها في اليوم طبعا في نقاط مهمة لازم ننتبه عليها لما نبدأ نستهلك الخبز أو العيش هذه تخليه خبز صحي عشان ناخد منه الفائدة لأنه زي ما قال عادل أنه الخبز الأبيض فقير بالقيمة الغذائية فقير بالألياف فقير بالفائدة أجسامنا وعالي بالسعرات كمان فإحنا نبغى نعدل المعادلة لأنه ما تقدر تقولي لأحد استغنى عن الخبز يعني بصراحة لا طبعا في نقاط معينة لو انتبهنا لها ممكن نستهلك الخبز بطريقة صحية ومناسبة ويفيدنا وفي نفس الوقت نحافظ فيه على وزننا نحافظ على مستويات السكر في الدم نستفيد من الألياف اللي موجودة فيه أولا لازم يكون الخبز من 100% من الحبوب الكاملة طبعا نبتعد عن الخبز الأبيض الخبز الأبيض له مضار كثيرة بلاش نذكرها دحين ونزعل الناس مننا بس هو له مضار كثيرة أنها وأهم شيء أنه هو يرفع معدل السكر في الدم بصورة سريعة لأنه امتصاصه سريع فيسبب جوع يسبب سمنة يسبب أكثر فرص للإصابة بمرض السكري فنحاول نتجنبه قد ما نقدر هذا بنتكلم عن الخبز الأبيض بس الخبز الأسمر في المقابل لأنه غني بالألياف فهو يعطينا فترة شبع أطول يعطينا فيتامينات وفوائد كثيرة وكمان يعني يعطينا الطعم الرائع حقه فأهم شيء أنه يكون الخبز 100% من الحبوب الكاملة المفروض كمان يكون من أقل شيء من 3-5 جرام ألياف إحنا كأشخاص السيدات يحتاجوا تقريبا 20-25 جرام ألياف في اليوم عشان الهضم الصحي عشان الامتصاص عشان الأمعاء تكون صحية الرجال يحتاجوا من 30-35 ما أعرف ليش دايما الرجال أكثر مننا يحتاجوا أكثر ألياف فيقدروا يأخذوها من الخبز يا ميسون لأن النساء يحرقون دمنا فنحرق كثير طيب خليني أنا أسألك بأنه اليوم هذا يمكن هذا الخبز باقي نقطة بس خليني أقولها على تفضلي
يحتاج كمان يكون الخبز فيه من 3 إلى 6 جرام بروتين عشان نستفيد منه، وكمان يكون خالي من المحليات الإضافية، لأنه صار دحين الخبز يعني الجاهز دائما يحطوا له سكر أو محليات إضافية عشان يصير طعمه كويس، فنحاول نبتعد عنها. طيب هذا الخبز والأنواع اللي ربما حضرتك أو حتى زميلتي مروة تستطعمون فيه، لكن تعالي نتكلم عن خبز التنور والتميس، هذا شنو موضوعه؟ حسبته اخرى ولا شلون؟ يعني انت مصرت تزعل الناس من انا بقول انا انه التميس انا ريال يعني اكل الرز ما لي شغل بالخبز، فبالتالي خلينا يعني ناجج النار. بالعافية عليك. طيب عليك. التميس للأسف فقير جدا بالقيمة الغذائية وعالي جدا جدا بالسعرات، إلا لو كان الخميس التميس بالبر يعني بالبني بالدقيق الأسمر، بس التميس حقنا اللي احنا متعودين عليه ينضف له كثير زيوت أو سمن، أو يعني دائما يكون عالي بالزيوت عالي بالسعرات فقير جدا بالقيمة الغذائية، فيعني نحاول قد ما نقدر، يعني أنا زي ما أقول ما في حرمان، الحياة أهم شيء توازن، فنقدر ناخذ منه قطعة صغيرة مدام نحبه، بس هو بصراحة ما في أي قيمة غذائية مفيدة لنا. طيب هل السعرات الحرارية في الأسمر التنور بس دقيق؟ تفضلي التنور في المقابل ما يضيفوا له زيوت كثيرة، فما تكون سعراته عالية وطعمه لذيذ، بس هو عبارة عن دقيق وملح، فهو عالي كمان بالصوديوم كثير. طيب ميسون، بالنسبة للخبز الأبيض والخبز الأسمر، هل هم فعلا نفس السعرات الحرارية ولكن فقط كما ذكرت إن هو سريع الهضم ونحس بالجوع بسرعة، ولا في اختلاف في السعرات في السعرات؟ لا فعلا مروة، النوعين من الخبز سواء كان أبيض أو أسمر نفس السعرات، يعني الاختلاف في السعرات بسيط جدا، يمكن يكون سعرتين أو 3 ما حتفرق كثير يعني في يعني بالنسبة للأطفال ينصح أن أنا أعطيهم الخبز الأسمر؟ الاختلاف هو في القيمة الغذائية وفي قيمة الألياف. طبعا الأطفال أو الكبار نحتاج الألياف اللي موجودة في الخبز الأسمر، نحتاج الفيتامينات، نحتاج المعادن اللي موجود فيه، كل هذا يعني شلناه من الخبز الأبيض، لأنه الخبز الأبيض هو دقيق أو الطحين يشيلوا منه جنين القمح اللي هو عبارة عن الألياف، عبارة عن حمض الفوليك، عبارة عن كثير فيتامينات، كلها تتشال في عملية التنظيف دي عشان نخليه لونه أبيض ونخليه لونه لين. كمان الخبز الأبيض يسوي حساسية جلوتين. تفضل. بنص دقيقة، هل الخبز اللي يضاف عليه حبوب مثلا أو بذور اليقطين وغيره وغيره وأيضا الحبة السوداء، هذه مفيد لسعرات حرارية عالية شلون؟ طبعا هو اي اضافات بالذات اللي يضيفوا البذور والحبوب حتزيد سعراته، بس حتزيد من قيمته الغذائيه، فبالعكس احنا ننصح فيه. حلو. طيب شكرا جزيلا لك خبيره التغذيه ميسون النوري، كنت معنا من جده على كل هذه المعلومات. وصلنا الى نهايه الحلقه، نهايه اسبوع سعيده جدا 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 في امان الله. كريم لحد نلاقيكم نراكم الاحد، الى اللقاء.